هنجيب بقى البن والطماطم. ده بقى اجيب المبشره وهبشر بقى الطماطميه معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. عشان عايزين عصير الطماطم بس. تمام كده معايا، تبقى معايا بالشكل دوت. هحط بقى عليها معلقه كده صغيره من البن وهقلب بقى كويس جدا. تمام كده شايفين بقى، بقى عامل معايا زي المعجون بالظبط. هضيف بقى عليه معلقتين صغيرين من زيت الزيتون، والوصفة دي لازم زيت زيتون. تمام كده شايفين بقى، بقى عامل زي الكريم معايا بالظبط، يعني افضل بكتير من الصبغه بقى والحنه. وتقدري بقى تضيفيها اي على اي منطقه عندك شعر ابيض، طبعا على الشعر الابيض بقى خصوصا بتبقى حلوه جدا الفكره ديت. يعني جربيها، كل المكونات في البيت عندك يعني متوفره عندنا في البيت، يعني احسن طبعا من الحاجات بقى الاكسجين بقى والكيماويات والحاجات دي كلها. جربي بقى الطريقه ديت وان شاء الله هتعجبك جدا. واتمنى لو اول مره تشوفي قناتي تدوسي اللايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد باذن الله. هجيب بقى اكياس بودره التفتيح ديت، بتتباع في الصيدليه، ممكن تجيبي بقى 4 5 6 كل واحد على حسب طول شعره. هي بتتباع الكيس يعني ب5 جنيه، مش اكتر من كده. وعندي كمان هنا بقى الاكسجين الكريم دوت 12، في 9 بيبقى اقل شويه، بيبقى اخفض شويه، بس ال 12 يعني يسرع معاكي على طول ويديكي بقى اللون الذهبي البني براحتك خالص. هبدا بقى افضل كده الاكياس. طبعا لو هتصبغي بقى شعرك صبغه لازم برضو تعملي تقشير، تعملي بودره التقشير دي عشان خاطر يثبت على الصبغه، لكن لو حطيتي الصبغه من غير ما تعملي بودره التقشير ديت مش هيديكي اللون. نبدا كده نفضي الاكياس كده. تمام هحط بقى الاكسجين عليه، يعني مفيش اسهل من كده، يعني ما تخلاش بقى معاكي سايله قوي عشان بس ما يحرقش معاكي الجلد. نقلب بقى كده بالراحه، ولو عوزنا تاني نحط. هو كده عاد معايا تاني، يعني ما نخليهاش ولا سايله ولا تقيله. تنفع بقى طبعا تقشير، مشيت، هايلايت، اي حاجه يعني. نعمل الكوافير في البيت بقى، اهم حاجه بس تقلبي كويس جدا عشان ما يبقاش فيها اي تكتل. هي كده تمام معايا، شايفه بقت عامله ازاي؟ يعني ما تبقى سايله معاكي قوي، اهي تبقى تقيله كده. وتبداي بقى تحطي على الشعر، يعني بقى ومده، يعني كل واحد على حسب شعره، ممكن تقعد معاكي ربع ساعه تلت ساعه كده. يعني في ناس شعرها بتلقط على طول وفي ناس لا، اول ما يديك الدرجه اللي انت عايزاها اغسلي على طول شعرك. تمام شايفين بقى، بقى قوامه عامل ازاي. احنا بقى عايزين القوام ده، هتحطي بقى على شعرك وتبداي زي ما قلت لك كده، اول ما تحسي اللون الدرجه اللي انت عايزاها تقومي غاسله شعرك على طول. وان شاء الله تجربي الطريقه ديت وهتعجبك جدا. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي قناتي تدوسي لايك واشتراك للقناه، تفعيل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد باذن الله.